وبعد رجوعه صلى الله عليه وسلم وعقد الصلح مع قريش تفرغ ليهود خيبر. بعد رجوعه من الحديبية 20 يوما خرج إلى خيبر شمال المدينة، فحاصر اليهود قريبا من 20 ليلة جهد فيها المسلمون جهدا شديدا. فلما أيقن اليهود بالهلكة سألوه صلى الله عليه وسلم الصلح، فصالحهم على حقن دمائهم وخروجهم من خيبر بما عليهم من الثياب فقط، ثم استعملهم على أرضهم على شطر ما يخرج منها. ولما كان صلى الله عليه وسلم في خيبر قدم أبو هريرة رضي الله عنه المدينة مسلما، وفيها كذلك قدم جعفر بن أبي طالب ابن عمه صلى الله عليه وسلم، وقدم من معه من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر. وقدم معهم الأشعريون أبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وفي السنة 8 من الهجرة كانت غزوة مؤتة، وسببها أن شرحبيل ابن عمرو الغساني قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 3000 من أصحابه، وأمر عليهم حبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقال: إن أصيب زيد فجعفر، إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فكان زيد هو القائد الأول، ثم جعفر، ثم عبد الله بن رواحة. فخرج إليهم هرقل ومن والاه من العرب في 200,000، فالتقوا في مؤتة وكانت الحرب. فاستشهد أمراء النبي صلى الله عليه وسلم 3، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. ثم أخذ خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه الراية، فأحسن قيادة الجيش وانحاز بالمسلمين حتى خلصهم من عدو الله وعدوهم. وفي السنة 8 أيضا عادت بنو بكر وهم حلفاء قريش على خزاعة وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانتهم قريش على ذلك خفية. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عزم على فتح مكة، وقدم أبو سفيان المدينة ليكلمه صلى الله عليه وسلم فلم يسمع منه، وكلم أبا بكر وعمر وعليا أن يكلموه صلى الله عليه وسلم فأبوا عليه. ودعا صلى الله عليه وسلم ربه أن يعمي على قريش فلا يعلموا بخروجه إليهم، فاستجاب الله له، وخرج صلى الله عليه وسلم في 10,000 حتى دخل مكة، وأسلم قبيل الفتح عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فلم يقاتل صلى الله عليه وسلم إلا من بادره بالقتال، إلا قلة ممن آذاه صلى الله عليه وسلم وآذى المؤمنين أهدر دمهم. ولما دخل صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت وهو غير محرم، ثم دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة، فكسر صلى الله عليه وسلم ما فيها وما حولها من الأصنام، ثم أرجع المفتاح إلى عثمان بن طلحة. وأسلم بعد فتح مكة خلق كثير، بل صارت القبائل تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة. وبعد أن فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، أرسل أصحابه لكسر ما حول مكة من الأصنام، فأرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه لهدم سواع، وسعد بن زيد رضي الله عنه لهدم منات، وخالد بن الوليد لهدم العزة رضي الله عن خالد، والطفيل رضي الله عنه لهدم ذي الكفين، وأرسل علي رضي الله عنه لهدم صنم طيء. ولما سمعت هوازن بفتح مكة أجمعوا السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساقوا معهم أموالهم ونساءهم وذراريهم، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم 12,000، وأعجبت المسلمين كثرتهم حتى أتوا وادي حنين، فشدت هوازن عليهم شدة رجل واحد حتى انشمر الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الفزع، وثبت معه صلى الله عليه وسلم وهو أول ثابت في
في كل لقاء، وكان الصحابة يحتمون به إذا حمي الوطيس. ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين وأهل بيته، ثم ثبت الله الذين آمنوا فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه حتى نصرهم الله عز وجل على عدوهم، وفرت هوازن إلى الطائف. ثم جاء 14 رجلا من هوازن مسلمين، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يمن عليهم بالسبي، ففعل وفعل الناس معه. وبعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من هوازن عزم على غزو الطائف، فأتاها وحاصر الحصن 18 يوما، ثم رجع صلى الله عليه وسلم ولم يلقى قتاله. وفي سنة 9 كانت غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة، وكانت في وقت شديد الحرب، وفي وقت الثمار فيه موجودة والظلال، فكان الخروج إلى غزوة مؤتة أشد ما يكون على الناس. ولما أراد صلى الله عليه وسلم الخروج حض الناس على النفقة، فأنفق عثمان رضي الله عنه 300 بعير بأحلاسها وأقتابها ومعها 1000 دينار، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وأنفق أصحابه رضي الله عنهم ما يقدرون عليه. وتخلف عنه صلى الله عليه وسلم عامة المنافقين، وتخلف 3 من خيار أصحابه لغير عذر، هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فاعتذروا إليه صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة، لكنه اعتزلهم صلى الله عليه وسلم حتى نزلت توبة الله عليهم، ونزل فيهم قوله تعالى في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فتاب الله عليهم لما علم من صدقهم، وذم الله المنافقين في سورة التوبة وختم عليهم، فسميت هذه السورة بالفاضحة لأنها فضحت هؤلاء المنافقين. وفي هذه الغزوة، في غزوة تبوك، صالح النبي صلى الله عليه وسلم الصاحب أيلة على الجزية، وكذا أهل جربة وأذرح، وكتب لهم كتابا، وصالح أكيدر دومة الجندل على الجزية كذلك. وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 14 ليلة، ثم انصرف إلى المدينة ولم يلقى قتاله. ولما رجع إلى المدينة أمره الله عز وجل بهدم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فهدمه صلى الله عليه وسلم. وهذه هي آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم بنفسه. بعد غزوة تبوك أسلمت ثقيف، وسميت هذه السنة سنة 9 بسنة الوفود، فصارت القبائل تفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمة، ومنهم وفد بني تميم وسيدهم عطارد بن حاجم التميمي، ووفد طيء وسيدهم زيد الخيل، ووفد عبد القيس وسيدهم الجارود العبدي، ووفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة فيما بعد. وفي السنة 9 بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج، فأقام الحج للناس، وبعث صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه يقرأ مطلع سورة التوبة على الناس، ونبذ إلى أهل الشرك عهودهم، وأذن في الناس أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان كما كان يفعل أهل الجاهلية. وفي السنة 10 من الهجرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وخرج معه المسلمون من شتى القبائل والبلدان حتى بلغوا أكثر من 100,000، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج، وخطبهم يوم عرفة، وتلا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأخبرهم أن الدين قد كمل، وأوصاهم بالتزام ما جاء في الكتاب والسنة، وحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم على بعض، فكانت خطبة وداع منه صلى الله عليه وسلم. وفي شهر صفر من السنة 11 جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لقتال الروم، واستعمل عليه أسامة بن زيد الحب بن الحب، فخرج أسامة وعسكر بالجرف قرب المدينة، ثم بلغهم مرض النبي صلى الله عليه وسلم.